العالم ونحن معه في انتظار ثلاث أشياء لا رابع لها: دواء، لقاح، وفنتيليترز، أجهزة تنفس صناعي. مفيش سابقة تاريخية البشرية كلها كانت في انتظار ثلاث أشياء أو ثلاث عوامل زي دي حدثت من قبل. العالم كله يعيش حالة انخفاض في كل المؤشرات إلا مؤشر واحد في ارتفاع: مؤشرات الاقتصاد، التجارة، المستلزمات الطبية، التعاملات، كلها في انخفاض. مؤشر الخوف هو المؤشر الوحيد اللي في ارتفاع، ارتفاع يخترق السقف، سقف التوقعات، سقف الأحلام، سقف الكوابيس. الحكومات والأنظمة في العالم كلها تطبق أحكام وتدابير أشبه بتدابير الحرب. كل الدنيا تقريبا غلق، حجر، منع، غرامات مغلظة وعقوبات مغلظة لمن يكسر هذه الحالات. البشرية تعيش كابوس. يعني حضرتك لو فاكر ان انت بس او انت واسرتك عايشين اجواء صعبة او بتقولوا هو احنا عايشين في فيلم، لا، كلنا عندنا نفس الاحساس. كلنا بنصحى من النوم كل يوم نقول ايه ده، هو احنا لسه في كورونا؟ نفس الكابوس تعيشه الانسانية باجمعها. الحقيقة انه كل الانظار تتجه الى ايطاليا. ايطاليا هي المرجع الان. تتجه الانظار الى ايطاليا خوفا ورجاء، خوفا من أن نصل لنفس المرحلة التي وصلت إليها إيطاليا بكل ما فيها من بؤس وعزاء وأسرة متكدسة، من توابيت متراصة، من قوات مسلحة نظامية تنقل التوابيت، أعداد مهولة من المرضى، حالة خوف وتراجع ليس لها مثيل. كابوس إيطاليا الكل يخاف منه، وفي نفس الوقت كلنا بنبص لإيطاليا ننتظر لحظة رجاء، وميض أمل، أرقام تتعدل، مؤشر يتم تعديله في أعداد المصابين وأعداد الوفيات. ليه إيطاليا حصل فيها كده؟ إيطاليا دولة تعدادها تقريبا 60 مليون مواطن، عدد الحالات فيها أكتر من 64 ألف حالة. بدأت المأساة في إيطاليا، أو عندما تم مراجعة الأحداث في إيطاليا بشكل أو بآخر، في فبراير، في منتصف فبراير أكد الأطباء في شمال إيطاليا بأنه دي أول حالة اشتباه ربما توصلوا لها. كان واحد عنده 38 سنة. الأسابيع التي تلت ذلك كانت أسابيع متخبطة للغاية، متخبطة بسبب السياسات الداخلية، بسبب تصريحات بعض المسؤولين، بسبب أنه الناس ما كانتش مصدقة قوي أنه الخطر داهم بهذا الشكل. تم فرض قيود على السفر في البداية، قيود محدودة، إلى أن أدركت إيطاليا أنها أمام الوحش، وحش كورونا. تفاقم عدد الوفيات والزيادة المرعبة في حالات الإصابة جعلت إيطاليا تعيش مأساة. قلوبنا مع إيطاليا، الكل يخاف من نفس المصير. ليه حصل في إيطاليا كده؟ أسباب كتيرة، أسباب لها علاقة بطبيعة السكان، أسباب لها علاقة بالجاليات الموجودة أو التجمعات اللي فيها، بس ما فيش أوضح ولا أبلغ من الجمل اللي قالوها الخبراء في الصليب الأحمر الصيني. الخبراء الصينيين اللي لما سئلوا ليه إيطاليا تفشت فيها الكورونا أكثر من الصين نفسها، كانت الإجابة واضحة وصريحة والعالم يتناقلها، وأصبحت وكأنها كتاب نصوص بنحفظه ليل مع نهار احنا وحكومتنا عشان نتعلم الدرس. 很快发现了问题，因为我刚从帕多瓦过来。米兰是我们意大利国内疫情最重的一个城市，但是我发现这里的封锁令或者管控令是非常宽松的一个城市。我看到了它的公交车还在运行，我看到了它的人还在运行。 我看到酒店人还在聚会，我看到很多不戴口罩的，我不知道大家在想什么。我们必须要让时间停下来，让我们正常的这种经济停下来，让人的平时我们喜欢的这种人际的交往停下来，可以说让生活宅在家里头，全力以赴的为保护生命。
生命是最值得大家付出所有代价的。武汉封城以后是用了一个多月的时间才实现了应收尽收，应救尽救，才走向了它的峰值。ما عاد شيء في العالم كسابق عهده. ما فيش حد في البيت في بيوت الناس العادية حياته بقت زي قبل كورونا. ما فيش حاجة في الترتيبات في كل المجالات فضلت على حالها. والناس كلها بتعتقد انه حتى ان شاء الله بعد انزياح كابوس كورونا مفيش حاجة هترجع زي ما كانت الاول. منظورنا للاشياء اختلف، تعاملاتنا اختلفت، كل شيء لم يكن كسابق عهده، كل شيء شكله اختلف واهميته اختلفت بالنسبة للناس. انما الشيء الوحيد الثابت هو تعلق الناس بالاخبار، اي شيء له علاقة بكورونا. واحنا بنتابع الاخبار المحلية والدولية، يجي تصريح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى في العالم حتى الآن، وهو بيلخبطنا زيادة ويقول في المؤتمر الصحفي لو تركنا الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله. ترامب ابتدى يشكك في كل الإجراءات الصارمة تجاه كورونا، عينه على الاقتصاد. مش متخيل ان الولايات المتحدة الأمريكية تكون خسائرها فادحة ونزيف الخسائر يستمر فترة طويلة. If it were up to the doctors, they may say, let's keep it shut down. Let's shut down the entire world. Because again, you're up to almost 150 countries. So let's shut down the entire world. And when we shut it down, that would be wonderful. And let's keep it shut for a couple of years. You know, you can't do that. And you can't do that with a country, especially the number one economy anywhere in the world, by far. الثابت أو الأوقع أو الأهم هي تعاملات الناس مع بعضها. في قاعدة ذهبية أعتقد أن كلنا لازم نتبناها في هذه اللحظة. تعامل مع الآخر، أي آخر، على أنه مصاب بكورونا، وتعامل مع نفسك على أنك مصاب. بمعنى أي حد تتقابل معاه، افترض أنه هو حامل للفيروس، ده مش إساءة، لأنه كل أي حد فعلا ممكن يبقى حامل للفيروس، وبالتالي تعامل معه بحرص وحذر. أنت كمان وأنت تتعامل مع الآخرين ومع العالم، تعامل وكأنك تحمل الفيروس، خاف على المحيط وخاف على من هو أمامك. هيكون عندنا أسئلة كتيرة جدا، بنحاول نلتمس بعض الإجابات لأسئلة عن الفيروس، عن الجديد في العلاج، إيه تدابير كتيرة جدا الناس بتاخدها. وزي ما قلت، لم يعد شيء كسابق عهده، حتى شكل حلقاتنا هيبقى مختلف. الحلقات اللي شكلها اعتيادي كلها تسجلت من أسابيع، يمكن من قبل الاستشراء الفادح لأزمة كورونا. كل حلقاتنا وكل شيء هيبقى بطعم مختلف وشكل مختلف إلى أن ينزاح كابوس كورونا.